بعد طول انتظار لمرارة المرض وآلام الجروح، استحصل جرحى تشرين في ذي قار الموافقات الرسمية لإفادهم خارج البلاد لغرض تلقي العلاج، إلا أنهم انصدموا بالواقع هناك، وذلك لعدم الاهتمام بهم وتركهم في مستشفيات غير متخصصة مع انتهاء مدة الإقامة بدون أي نتائج تذكر. أنا أدري المرضى من يقعدون الصبح يسمعون خبر فد حلو شيء يحفزهم على العلاج يخليهم يتعالجون بسرعة، إلا إحنا الجرحى نقعد الصبح تجينا السفارة وتجينا المستشفى تجبرنا على الخروج من المستشفى ونظل بالشارع، لاكو أحد ياخذنا يمه ولاكو طيارة ترجعنا. يعني ما أعرف لمن أوجه مناشدتي، ويا من أحكي ويا من أقول. محتجون قطعوا الطريق الدولي الذي يربط مدينة الناصرية بالمحافظات المجاورة كخطوة تصعيدية لهم للضغط على الجهات المعنية بعد أن عجزوا من المناشدات التي تقدموا بها، ولكن لم تجدوا الأذان الصاغية بحسب ادعائهم، ملوحين بتصعيد احتجاجهم في الأيام المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالب الجرحى خارج العراق. بخصوص جرحى ألمانيا، لم تستجيب الحكومة المركزية ولا وزارة الصحة، مما اضطرنا أن نغير وسيلة الاحتجاج من وقفات سلمية إلى تصعيد سلمي على الطريق الدولي. تم قطع الطريق الدولي اليوم للمطالبة بإنهاء ملف الجرحى في ألمانيا، هذا الملف اللي تم تسويفه من قبل الحكومة المركزية. اليوم خرجنا بقطع جسر فهد الواقع على الدولي لمدة ساعتين، وسوف نعلن عن خطوات أخرى ما بعد العيد، والذي سوف نختار تلك الخطوات مع بقية إخواننا المتظاهرين في المحافظات الأخرى. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كإنذار أولي وجهه المحتجون للمعنيين للنظر في أحوال جرحاهم وهم يمرون بظروف حرجة. لقناة التغيير الفضائية، سلام السرهيد، ذي قار.